السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرضى أن أتكلم في موضوع مهم جدا، وأنا بتكلم حاليا في المواضيع اللي تخص الموسم. إحنا في موسم الشتاء، اتكلمت عن الزكام، اتكلمت عن الإنفلونزا، اتكلمت عن حاجات كتيرة جدا تخص الشعر. النهاردة أتكلم عن موضوع مهم جدا وبيعاني منه كل المصريين، تشقق الشفاء. تشقق الشفاء وليه بيحصل وايه الاسباب اللي بتؤدي ليه وازاي نحفظ الشفاء عندنا من التشقق ونخلي الشفاء بتاعتنا رطبه وحلوه وجميله وايه الاضرار اللي بتحصل من تشقق الشفاء. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو بتاعنا، فيا ريت تتابعوا للاخر، ويا ريت لو عجبك بقى اعمله لايكات للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. طرق علاج تشقق الشفاء وكده، انا ببدا من الاخر مش من الاول، ان انا بقول طرق العلاج الاول عشان خاطر الناس اللي عايزه تعرف العلاج في الاول. عشان في طرق كتيره جدا عشان تشقق علاج تشقق الشفاء خلال الشتاء. في طبعا المراهم المهدئه، والمراهم المهدئه للشفاء ديت الشفاء محتاجاها فعلا عشان او مرطب الشفايف اللي الناس بتستعمله بيعتبر بمثابه طبقيه واقيه، اللي هي زبده الكاكاو اللي الناس بتستعملها دي بتحط لك على الشفاء عندك طبقه كده بتمنع الشفاء من انها تتشقق، وديت وبتحط كانها وشاح او كانها نقاب عليه، فهو بيوفر منطقه عازله ما بين الجلد الحساس والطقس القاسي في الشتاء بالذات كده، انه حتى في جوه البيت بيكون الهواء احيانا بارد او جاف، وده بيعمل تشقق للشفاء. وعشان كده السبيل منع تشقق الشفاء الدهان المسبق بالمراهم المهدئه وفي اوقات متقاربه علشان خاطر الشفاء تنزل ترجع كما هي. الاطباء بيقول لك حط طبقه سميكه من المراهم قبل ما تنام، كلنا بننام والبق مفتوح وبيطلع هواء، والهواء ده بيخلي جلد الشفتين بيحصل له ضرر، وعشان كده بتاخد المرهم قبل النوم علشان تقلل من خطر تشقق الشفاء. الجلد بيشفى بشكل افضل لما يبقى رطب، يعني الجلد نفسه لو فيه اي مشكله ولما بيبقى رطب بيشفى بشكل اجمل واسرع. والمهم بقى انك انت تحط دايما مرطب. الستات طبعا بتحط احمر شفايف، لا مش مفضل اشرب احمر الشفايف، الافضل انك تحط مرطب عشان يحجز حاضر يحجز الرطوبه عن الشفايف. طبعا وفر بقى مجموعه الزيوت اللي بتعمل الحاجات ديت، انا كنت قايل عليها قبل كده زي الفازلين من الحاجات المهمه جدا، وفي طبعا جوزة الهند من الحاجات الجميله اللي بتتحط على مرطب الشفايف. لازم التاكد من وجود مركبات في المراهم زي حمض الهيالو لوريك والصوديوم والجليسرين اللي دايما بتضمن ان الشفاء تفضل رطبه وسهله، وده بيعالج جدا تشقق الشفاء. ممكن بقى تستعمل بعض العلاجات من اجل تشقق الشفاء الشتاء خلال الشتاء، زيت القروع، زيت الخروع، زيت الشيا، زيت بذور عباد الشمس. على فكره انا عندي موضوع على المدونه بتاعتي او هتشوفوه هنا، هتلاقوا عن فوائد زيت الخروع المهمه جدا. زيت الخروع من الحاجات المهمه جدا اللي هو الرخيص دوت، ليه فوائد مهمه جدا يا ريت تستعملوه فيها. في جهاز بيرطب الشفايف اللي هو في فصل الشتاء، واهميته انه بيكمن انه يشتغل في الليل عشان يحافظ على رطوبه الشفاء. بالاضافه على كده هو بيساعد على تجديد الجلد فعلا في بعض الحالات. الميه لازما، انا اتكلمت عن الميه كتير، الميه يا جماعه وسائل مهم، اهم سائل في جسم الانسان، عشان كده هو بيحافظ على رطوبه الشفتين
وبيحد من تشققهم، ونقص الميه بيكون من الاسباب الاساسيه لتشقق الشفتين. هقول لكم ليه نقص الميه مهم. انت لما بيكون في الاشف، بتحط مجرد ما بتحط ايفا بالجليسرين، الجليسرين بياكل الطبقه اللي فوق ويشيلها عشان تبدا الميه تدخل، لان ده التشقق دليل ان مفيش ميه، فان مفيش ميه. فدي من الحاجات المهمه جدا انك انت تشرب ميه كتيره. قرار بقى عدم علاج التشقق في الشفتين بيبقى في احيان بتحدي ان الشفه نفسها تعمل نزيف حاد، وبيبطل عمليه الشفاء، وبيهيج الجلد اكتر، وفي أسوأ الحالات بيحصل تلوث بسبب الاوساخ والبكتيريا اللي بتخترق شروق الشفاه. لان طبعا لما بتبقى الشفاه مش رطبه وجافه، ممكن اي بكتيريا تدخل، ودي اللي الشفتين فيهم ما بتنتفخ الشفه، وبيبقى فيها التهاب شديد جدا. احيانا بيصل انه يبقى التهاب فيروسي، وعشان كده او التهاب فطري. الحاجات دي خطيره جدا، وبنستعمل معاها كريم مضاد للفطريات بين الجلد الحساس والطقس القاسي جدا في الشتاء جدا. عشان كده ان تهيج الجلد حوالين الفم بيمكن انه يوقظ فيروس الهيربس زي ما انا بقول لكم، وده فيروس مهم جدا وموجود ونائم في الجسم. عشان كده مع البرد الشديد ممكن يطلع ويعمل التهاب فيروسي وبيتقاصر الفيروس ده. في علاجات ضاره جدا لتشقق الشفاه والناس بتستعملهم، ان هناك بعض علاجات اللي بتضر اكتر ما بتنفع. مثلا اللي ممكن تؤدي للجفاف، العلاجات دي بتؤدي للجفاف والتهيج. من العلاجات دي الكينا والمنتول والقفور والفازلين. في حاله في حب شباب وتحط له فازلين. الاسباب بقى بتاع تشقق الشفاه، رغبه في لما تكون الشفاه جافه بيزيد حاله تشقق الشفاه، وده بيأخر اللعاب اللي بنصيبه في الشفتين. في ناس عندهم رغبه ان يلعقوا الشفتين من اللعاب الموجود، ودوت بعد ما يلعقهم طبقه اضافيه من الجلد بتجف، واللعاب بيحتوي على أحماض أمينية اللي بتساعد على تفكيك الغذاء. ولما الأحماض دي بتلامس الشفتين فإنها بتسبب تهيج الشفاه. ومن الأسباب الأخرى بقى الفرق والتقشير وعض قطع من جلد الشفاه بواسطة الأسنان. يعني الناس بتستعمل الأسنان إنها تعض الشفاه عندهم، وده بيسبب التهاب في الشفاه. يا جماعه لما الشفاه بتلتهب، ناس كتيره بيبقى عندهم الرغبه وانا مش عايز اعملها عشان خاطر ما يحصلش التهاب في الشفاه. الشفاه باسنانها، وده بيسبب تلف في الشفاه. فعشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكم جدا، وانتوا اي حاجه محدش ياكل الشفاه باسنانه، او ان حد يقشرها، او ان حد يعمل فيها اي الم، لان الجلد بتاعها خفيف جدا وسهل جدا، وبتتفتح الشفاه، وبالتالي بتؤدي لألم كبير جدا فيها، وبيبقى فيها جفاف شديد جدا. اتمنى بقى الفيديو يعجب حضراتكم، وريت تعملوا له لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وريت لو ما اشتركتش في القناه تشترك وتبقى ضيف عندنا. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.